نحن مقبلون على ذكرى السنويه لارتحال سيد المرسلين سيدنا ونبينا رسول الله صلى الله عليه واله عن هذه الدنيا الفانيه فعظم الله اجورنا واجوركم من وصاياه لامير المؤمنين علي عليه السلام يا علي من لم تنتفع بدينه ولا دنياه فلا خير لك في مجالسته. من الطبيعه البشريه الاجتماعيه ان يقبل الانسان على البحث عن من يجالس على الاقل ان لم يتحول هذا الامر ان لم تحول مساله المجالسه الى حاله صداقه بحيث يبحث الانسان عن صديق يتبادل معه الافكار يانس به يساعده ويحصل على المساعده من خلال هذه العلاقه بالنتيجه هذه الطبيعه الاجتماعيه موجوده عند الانسان، هي تبدا منذ طفولته المتاخره او في بدايات المراهقه وتاخذ مناحي واشكال مختلفه تتطور مع المراحل التي يمر فيها الانسان في عمره الى ان لربما يصل في عندما يبلغ المراحل المتاخره من العمر يكتفي بحاله المجالسه او الانس فقط مع بعض من يشعر بانه يستطيع ان يتبادل معه ولو بعض المشاعر او بعض الاحاسيس الانسانيه الطبيعيه في مجتمعاتنا اليوم صور متعدده من المجالس وهذه قد تختلف من بلد الى بلد قد تاخذ مسميات مختلفه طبيعتها قد تكون مختلفه ولكن على كل حال نجد في كل مجتمع من مجتمعاتنا بان هناك صوره من صور المجالس التي يلجا اليها الانسان كنوع من اشباع هذه الرغبه الاجتماعيه لديه من بين هذه الصور الديوانيه الدواوين عندنا في خاصه مجتمعاتنا الخليجيه هي بالنسبه لكبار السن وكذلك بالنسبه الى الشباب صارت عاده شبه يوميه. وهذه العاده شبه اليوميه تستهلك جزءا ملحوظا من وقت الانسان الذي يجب عليه ان ينتبه الى ان مثل هذه المجالس هذه الدواوين ان لم تعد عليه بمنفعه دينيه تذكره بالله عز وجل في هذا المجلس ذكر لله عز وجل تلاوه للقران تبادل لبعض الاحاديث الدينيه بعض الافكار الدينيه تذكر الانسان باخرته او لم تكن من هذا الصنف وكانت من صنف اخر تثري حياه الانسان في حياته الدنيا على مستوى تبادل الخبرات الدنيويه تبادل بعض الامور التي من خلالها يستطيع ان ينمي خبراته في مجال العمل على سبيل المثال في مجال التجاره في مجالات المهنه التي يزاولها او من خلال كسب بعض المعلومات والمعارف والثقافه والادب وغير ذلك من صور الانتفاع الدنيوي من خلال من يجالسهم في هذه الديوانيه ان لم يكن الامر لا من هذا القبيل ولا من ذلك القبيل فرسول الله صلى الله عليه واله بحسب هذا الحديث في هذه الوصيه لامير المؤمنين يقول لا خير في مثل هذا المجلس ومثل الدواوين المقاهي والمقاهي اصبحت ايضا عاده اخرى اجتماعيه يعني نوع جديد من الحاله الاجتماعيه لان بتنا نشاهد ان في هذه المقاهي صار الفرد يعني يبحث عن جليس هو الشيشه او يكون جليسه هو شاشه التلفزيون التي يقبع امامها ساعات وساعات طويله لمشاهده بعض المباريات او بعض الافلام وما شابه ذلك أو يكون جليسه في المقهى هو هاتفه المحمول الذي يقضي معه ساعات وساعات في الدردشة أو في متابعة بعض وسائل التواصل وغيرها دون أن يكون لذلك أي مردود لا دنيوي ولا أخروي ملحوظ من خلال هذه الحالة العبثية في التواجد في المقاهي. فإن كان التواجد في المقاهي بهذه الصورة ايضا ينطبق عليه ما جاء على لسان رسول الله صلى الله عليه واله ان لا خير في مثل هذا الجليس الذي قد يكون الشيشه او قد يكون الشاشه او قد يكون المحمول، في النتيجه لا خير فيه ان لم يعد على الانسان لا على المستوى الدنيوي ولا على المستوى الديني بمردود ايجابي. الصوره الثالثه من صور الجليس اليوم المحادثة عبر الانترنت التي اصبحت ايضا تستهلك وقتا طويلا من الناس لربما بالنسبه بالنسبه الى البعض تستغرق ساعات وساعات غير معهوده طوال التاريخ ان يقضي فيها الانسان مثل هذا الوقت في المحادثه مع الاخرين البعض تقريبا 12 ساعه أو أكثر يقضونها في المحادثة عبر الإنترنت الآن أمام الهاتف من خلال الهاتف المحمول أو أمام جهاز الكمبيوتر أو غير ذلك هذه المجالسة الافتراضية التي عادة ما تكون خارج نطاق الضوابط أيضا الأخلاقية أو الاجتماعية أو الدينية هي في النتيجة صورة من صور المجالسة واختيار الجليس والنبي مجدداً يحذر من ان يستغرق الانسان في مثل هذه العلاقه مع هذا الجليس الذي اصبح بهذا النوع الجديد الصوره الجديده لان مثل هذه المجالسه ان لم تثري لا على المستوى الدنيوي ولا على المستوى الديني والاخروي فانها مجالس لا خير فيها هذه الصور وامثالها من المجالس تضييع للعمر الذي هو بمثابه فرصه غير قابله للتكرار واهدار للطاقات المودعه في الانسان وهي انعكاس لحاله من فقدان الاحساس بالمسؤوليه اما من اراد لنفسه الخير في الدنيا والاخره فانه سيتعامل مع عمره بمسؤوليه كما روي عن امير المؤمنين علي عليه السلام انه قال: ان الليل والنهار يعملان فيك فاعمل فيهما ويأخذان منك فخذ منهما. وعنه عليه السلام: احذروا ضياع الاعمار فيما لا يبقى لكم. تذهب الى الاخره عند الميزان فلا تجد قيمه لعمرك. ولا تجد قيمه لما قدمت خلال هذه السنوات التي ضاعت احذروا ضياع الاعمار فيما لا يبقى لكم ففائتها لا يعود بسم الله الرحمن الرحيم والعصر ان الانسان لفي خسر الا الذين امنوا وعملوا الصالحات وتواصوا بالحق وتواصوا بالصبر